مرحبا، نلتقي من جديد هنا في تمرين. نعم، تمرين للتحولات النووية. التمرين يقول: يتنبأ علماء الذرة حاليا أن وجود المتفاعلات النووية المستقبلية، أنا أقول عفوا، المفاعلات النووية المستقبلية في تفاعلات الاندماج، وهو خليط مكون من الدوتيريوم نواته H2 وتريسيوم التريتيوم أو التريتيوم عفوا نواته H3. إذا هذان نظيران للهيدروجين، إذا الهيدروجين 2 والهيدروجين 3. المعادلة النووية للاندماج هي كالتالي: إذا فهما يندمجان ليعطيا الهيليوم زائد نيوترون. السؤال الأول: احسب تغير الكتلة دلتا ام الناتج عن التفاعل النووي. نعطي كمعطيات توجد هنا في أخير الدرس، سوف نكتبها هنا. كتلة الهيدروجين H2 هي كالتالي: بوحدة الكتلة الذرية، كتلة الهيدروجين 1.3 أو التريتيوم بوحدة الكتلة الذرية هي هذه، ثم كتلة الهيليوم هي 4. نعم، هنا نسينا إي، وحدة الكتلة الذرية إي. ثم كتلة النوترون هي 1.00866 اي، يعني يونيتي دو ماس اتوميك. ومعدل التفاعل قلنا هي هاته. والسؤال هو: احسب تغير الكتلة دلتا ام الناتج عن التفاعل النووي. اذا كما تعلمون، ف تغير الكتلة الناتج عن التفاعل النووي هو مجموع كتل النواتج ناقص كتل المتفاعلات. اذا هذو هما النواتج، هذو هما المتفاعلات. اذا مجموع كتل النواتج ناقص كتل المتفاعلات. اذا نقوم بالتطبيق العددي، فنجد دلتا ام تساوي اش كتلة يعني كنعوضها هنا 4، ثم كتلة زائد كتلة النوترون 1، ناقص 3 ناقص 2. نعم، والنتيجة بالU هي ناقص 0.01889 يونيتي دو ماس اتوميك. نعم، دلتا ام وحدة الكتلة الذرية. اذا ثم نحولها الى الميف على السكري كما قلنا، لان دائما قبل استعمال التحويل علاقة التكافؤ طاقة كتلة نحول دائما الكتلة الى الميف على السكري ليسهل حساب الطاقة بالميف. اذا دلتا ام بالميف نضرب في 931.5 هذا المقدار، فنجد ناقص 17.596 ميف على السكري. السؤال الموالي طبعا هو حساب طاقة هذا التفاعل، نعم، الناتج عن تكون نواة واحدة للهيليوم. اذا احسب الطاقة الناتجة عن تفاعل نووي، اي الطاقة الناتجة عن تكون نواة واحدة من الهيليوم، اي تفاعل نواتين من الهيدروجين H1 و H1 3. اذا هنا H1 3، ما تنساوش المخ ما مكتوباش H1 3، غير غطتها هذه الصورة. نعم، اذا هنا قلنا احسب الطاقة الناتجة عن التفاعل، احسب الطاقة الناتجة عن التفاعل النووي. اذا الطاقة قلنا علاقة تكافؤ طاقة كتلة، اذا دلتا او تساوي دلتا ام في السيكاري. اذا مباشرة هذه دلتا ام بالميف على السيكاري، ملي غنضربو في السيكاري كتمشي هاد انسيور السيكاري، وكتبقى لنا ناقص 17 ميف. اذا ما معنى هاد ناقص؟ هاد ناقص يعني ان مجموعتنا التي هي هاته والتي تحولت الى هاد مقدار، والتي تحولت الى مجموعتنا المدروسة التي هي هاته والتي تحولت بعد التفاعل الى هاد مقدار، فهي تتطلب هاد المقدار من الطاقة. ما معنى تريد هاد المقدار من الطاقة؟ اي انها تعطيه لانه سالب. اذا مجموعتنا المدروسة هي هاد عدد معين من النويات، بما الذي فيها يعني مثلا هنا واحد بروتون، يعني واحد نوترون وجوج نوترونات، هنا واحد لحقاش H1 3، اذا جوج ثلاثة نوترونات
و جوج بروتونات، هذا هو المجموعة، هذه هي المجموعة المدروسة ديالنا، والتي تحول إلى إلى شكل آخر من يعني نفس المجموعة المدروسة، تحولت فقط. فهي خلال هذا التحول يعني تحتاج إلى هذا القدر من الطاقة، أي أنها هي التي تعطيها الطاقة أثناء التحول. هذا ناقص يعني أن المجموعة المدروسة، إذا بالنسبة لمجموعتنا المدروسة فهي هذه الطاقة سالبة، أي أنه بالنسبة لنا كعالمها الخارجي، عالم نحن يعني بمثابة العالم الخارجي لهذه المجموعة المدروسة، فإننا نستقبل هذه الطاقة، وبالتالي الطاقة التي تحررها وتعطيها لنا، الطاقة الناتجة عن التفاعل هي التي تعطيها لنا المجموعة المدروسة، هي 17 فاصلة ميف خلال تكون نواة واحدة من الهيليوم، لأن هذه طاقة تحول واحد. نعم. ثم السؤال الموالي، يمكن أن نحولها بالجول بضربها، قلنا بالميف هو الإلكترون فولت هو 1.6 في 10 أس ناقص 19 جول، يعني 10 أس ناقص 19 في، ولكن هذا الميجا هو 10 أس 6، إذا 10 أس ناقص 19 في 10 أس 6 هو 10 أس ناقص 13 مضربة في 1.6. إذا قلنا ضربنا في 10 أس 6 في 1.6 في 10 أس ناقص 19، وهذا 10 أس 6 في 10 أس ناقص 19 هي اللي أعطتنا هذا 10 أس ناقص 13 جول، ونحولها من الميف إذا إلى الجول. ثم السؤال الثالث، احسب الطاقة الناتجة بالجول خلال تكون 1 مول من الهيليوم. إذا عندما يتكون 1 مول من الهيليوم، أي يعني 1 مول من الهيليوم هو عدد من نواة الهيليوم الذي قدره هو 6.02 في 10 أس 23 يعني نواة، لأن مول يعني قلنا بأن مول سيتام باكي، أم باكي يعني يحتوي على 6.02 في 10 أس 23، فالباكي ديال البيض كتكون فيه 30، ولكن المول هو باكي يعني يحتوي على عدد معين من الذرات أو الدقائق بصفة عامة، قدره 6.02 في 10 أس 23، وبالتالي إذا فقط نضرب هذا المقدار الذي نحصل عليه أثناء تكون نواة واحدة، ونضربه في عدد يعني نواة الهيليوم الموجودة في 1 مول، والذي هو عدد أفوكادرو إن أ كيساوي 6.02 في 10 أس 23. إذا الطاقة الناتجة بالجول هي كيوب بريم عن تكون 1 مول من الهيليوم، كيوب بريم تساوي إن أ عدد أفوكادرو في هذه كيو التي تم حسابها، والتي وهي الناتجة عن تكون نواة واحدة من الهيليوم، والنتيجة تعطي هذا المقدار، إن أ هي 6.02 في 10 أس 23. نعم. ثم رابعا، الحصيلة الطاقية باستعمال مخطط الطاقة. إذا ننجز مخطط الطاقة لهذا التحول النووي، وإذا ننشئ سلم الطاقة، ولدينا الطاقة، بما أننا قلنا بأنها الطاقة يعني نافعة بالنسبة لنا، أي تعطيها المجموعة المدروسة، إذا فمستوى الطاقة للمجموعة المدروسة كان في هذا المستوى، وسينخفض لأنه سوف تعطينا هذه الطاقة. نعم. إذا كنا ستكون في البداية المجموعة المدروسة التي هي هذه في هذا المستوى اي انيسيال، في هذا المستوى من الطاقة، وفي النهاية التحول سوف تكون في هذا المستوى، لأنها يجب أن تعطي قدرا من الطاقة للعالم الخارجي. نعم. وإذا هذا المستوى هو مستوى هذا H13 وH12، إذا يجب أن يكون فوق هذا اف، وهذا المستوى هو نعم نضع مستوى آخر، والذي هو مجموع النواياة، وهي يعني وهي منفصلة، يعني مستوى أكبر من هذه المستويات، لأن عندما تتفرق تكون النواياة منفصلة، فإن طاقتها تكون أكبر من طاقتها، وهي يعني تشكل نواة، لأن جزءا من الطاقة يضيع في التماسك. نعم. هذا المستوى قلنا هو مستوى هذه المجموعة المدروسة بعد نهاية التحول. نعم.
وهاد المسافة بين هذين المستويين، يعني هاد الجزء هاد يعني كمية الطاقة بين هذين المستويين هي طاقة الربط لكل من النواتين اش واحد ثلاثة واش واحد جوج. إذا المجموع او ال ديال التريتيوم و او ال للدوتيريوم، يعني مجموع طاقتي الربط هي الفرق بين هذين المستويين. إذا وضعنا السهم نحو الأعلى فعلا، لأن عندما نضع السهم نحو الأعلى يعني أن هذا نمثل الفرق بين هذا المستوى ناقص هذا المستوى. أما إذا وضعنا السهم نحو الأسفل فإننا نمثل هذا المستوى ناقص هذا المستوى، بالتالي خصني ندير ناقص هنا وناقص هنا. إذا إذا درت السهم نحو الأعلى أعلى هكذا، فإن هذا القدر من الطاقة هو هذا المستوى ناقص هذا المستوى، والذي يساوي مجموع طاقتي الربط للنواتين لنواتي التريتيوم والدوتيريوم. والفرق كذلك بين هذا المستويين من هنا إلى هنا هي طاقة الربط لنواة الهيليوم. نعم، إذا وضعت السهم نحو هذا الأسفل فإن يجب يعني أن هذا القدر من الطاقة هو هذا المستوى ناقص هذا المستوى، هو كمية من الطاقة سالبة. إذا فهي ناقص او ال ل اش او، هنا اش او جوج أربعة. نعم، إذا طاقة الربط لنواة الهيليوم بإشارة ناقص، لأن قلنا هذا المستوى ناقص هذا المستوى لأن السهم وضعته نحو الأسفل. إذا إذا كان هذا نحو الأعلى وهذا نحو الأسفل، يعني فدائما كمية الطاقة التي يحرر التفاعل أضع السهم دائما من اي نحو او فينال. نعم، اي نحو او فينال. إذا هو هذا، ويساوي هذا القدر، نعم، زائد هذا القدر من الطاقة. إذا هذه المتجهة، لحقاش هذه المتجهة زائد هذه المتجهة كتعطيني هذه المتجهة. إذا فإن دلتا او تساوي مجموع طاقتي الربط لهاتين النواتين ناقص طاقة الربط لنواة الهيليوم. إذا وهذا ما يفسر تلك العلاقة التي تقومون بها، يعني إذا كنا نستعمل الكتلات فإننا نقوم باستعمال مجموع كتل النواتج ناقص كتل المتفاعلات. أما إذا كنا نريد يعني دلتا أو باستعمال طاقات الربط فإننا نقوم بهذا يعني مجموع طاقات ربط النواتج المتفاعلات ناقص طاقة الربط ل ناقص طاقة الربط للنواتج. نعم، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى تمرين آخر بحول الله.